تليفون دلوقتي استاذ عادل عويضه ولا دكتور عادل؟ هو مهندس. طيب دكتور مهندس، مهندس عادل، عادل عوض، احد المتخصصين في انتاج ماده الايثانول، وحضرتك كمان كنت شاهد عيان على هذه التجربه. باشمهندس عادل اهلا وسهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك يا فندم، وبرحب بحضرتك وبالاستاذ الضيوف دكتور يوسف ودكتور ايزيس. يا اهلا وسهلا بيك يا فندم. الحقيقه هو يعني الموضوع في غايه الاهميه، اولا اقتصاديا، ثاني حاجه يعني كالحفاظ على البيئه، وايضا كمان الحفاظ على المركبه ذات نفسها. عايزه حضرتك تقول لي تقييمك لهذه التجربه، وحضرتك يعني شفت مراحل العمل، كانت شايف ازاي الموضوع ده؟ هو طبعا في البدايه حضرتك التجربه اللي تم اجراها في معهد بحوث البترول، دي من وجهه نظري انا الشخصيه طبعا يعني تجربه ناجحه جدا جدا، ومع العلم ان هي اوريدي مطبقه في معظم دول العالم الاوروبيه، وفي موجوده عندنا في البرازيل برضو من سنه 1970 و73، ودي بتستخدم كمان بنسب خلط اعلى من التجربه اللي تمت في المعهد. ده طبعا يعني بطمن بالكلام ده حضرتك على اعتبار ان هي ما فيهاش اي مشاكل من الناحيه البيئيه ولا من ناحية المركبة، يعني دولة زي الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا فتطبق فيها بصورة كبيرة جدا. فلو فيها أي تلوث في البيئة أكيد هم كانوا أول ناس هيعترضوا على هذه التجربة. ولو فيها أي اعتراض من الناحية الفنية اللي تتعلق بالمركبة نفسها، ده أكيد برضه معظم الشركات المنتجة للسيارات كانت هتعترض على مثل هذا المخروط. لكن طبعا سيادتك احنا هنا في مصر للاسف الشديد نظرا لتكلفه انتاج الايثانول بشكل مرتفع ما طبقتش التجربه دي منذ زمن. لحين ان احنا ربنا كرمنا كده ووصلنا لتقنيه حديثه ممكن نوصل بيها لتكلفه كويسه جدا تتنافس مع تكلفه انتاج الايثانول في دوله زي البرازيل وزي الولايات المتحده الامريكيه. وخصوصا ان احنا طبعا في البلد اساسا بلد زراعيه. طبعا والايثانول طبعا اكيد دكتور يوسف قال لحضرتك ان هو ممكن ينتج من المخلفات الزراعيه وبينتج من المخلفات الصناعيه المتعلقه. يعني احنا يا باشمهندس عادل كنا اولى بان احنا نستخدم هذا التكنيك او هذه التقنيه الحديثه في عمليه المزج والخلط اولى من الدول الاخرى. اولا ان احنا محتاجين ان احنا نخفض انتاجنا او نخفض استهلاكنا من الوقود لان احنا عندنا نقص. تاني حاجة إن إحنا دولة زراعية بالأساس فالمادة الخام موجودة، مش كده يا فندم؟ بالظبط يا فندم، بالظبط. كلام حضرتك مظبوط 100%، وإحنا فعلا كنا أولى، لكن هي ارتفاع تكلفة الإنتاج هي اللي كانت عائق، ودي الحمد لله يعني نقدر نقول إن هي اتحلت بنسبة 90%، ودكتور يوسف على علم بهذا. أما بالنسبة للتجربة نفسها وتأثيرها على المركبة، أنا شخصيا بنفسي جربت المخلوط دوت على سيارتي الخاصة ومشيت بيها مسافه 300 كيلو متصله بلا انقطاع. وكانت النتائج بتاعتها نتائج كويسه جدا جدا، وما ادتش لاي عيوب ولا اي اتلفات في السياره، بالعكس ادت معايا يعني هقول لحضرتك تحسن في اداء السياره انا ماشي بيها. طب هنا ما فيش مشكله يا باشمهندس عادل، يعني حضرتك استخدمت هذا النوع من الوقود وبعد كده يعني لسه يعني لم يتم انتاج كميه وفيره عشان حضرتك تعتمد عليه فيما بعد، اكيد هترجع للبنزين وهتاخد بنزين 92 تاني، ده مش هيأثر يا فندم؟ احنا عارفين ان تغيير البنزين ودرجاته بيؤثر على البطور ولا ايه؟ لا هو حضرتك معلش ممكن تعيدي السؤال مره ثانيه؟ يعني حضرتك استخدمت البنزين 92 اللي تم خلطه ب 10% ايثانول بكمية على حسب ما هو متوفر الآن، أنا مش عارفة الكميات اللي أنتوا أنتجتوها يعني قد إيه، طبعا ده هيبقى سؤالي لدكتور يوسف، بس حضرتك استخدمت ومشيت بيها مسافة يمكن قلت 600 كيلو متر تقريبا، بعد كده أكيد هترجع تاني تستخدم بنزين 92 اللي موجود في البنزين العادي لحين ما الدولة تتكفل بإنتاج هذا النوع الحديث من بنزين 92، ده مش هيأثر على اداء وكفاءه العربيه، الموتور والحاجات بقى الميكانيكيه اللي جوه العربيه. اطلاقا يا فندم ده ملوش اي اثر خالص، لان بالعكس يعني انا اديت العربيه حاجه نقدر نقول كده ان هي عملت لي زي عمليه كليننج للجسم الموتور او فلتره جسم الموتور من الشوائب اللي فيه، لان طبعا الايثانول ماده مذيب عضوي قوي جدا
فأدى لتحسن كفاءة السيارة. أنا بعد كده رجعت للبنزين فرجعت كما كنت، فما فيش أي مشكلة في الناحية دي. أما بالنسبة لحضرتك في موضوع الإنتاج، يعني حاليا في مصر ممكن يتم إنتاج 15 مليون لتر سنويا من الإيثانول اللي هو اللي يستخدم في الخلط، لأن ما ينفعش أي إيثانول نستخدمه في الخلط، لازم يكون نسبته 99.9 على الأقل. تمام، بشكرك باشمهندس عادل عوض احد المتخصصين في هذا المجال، وايضا كمان في معهد بحوث البترول، وكان شاهد عيان على هذه التجربه. اعود لحضرتك دكتور يوسف مره اخرى، فريق العمل اللي اشتغل في هذه التجربه